أهلا بكم. عقد وزير البترول كريم بدوي اجتماع موسعا لاستعراض مستجدات التسويق للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار في مجال الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، والذي تقوم به بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG. وأكد بدوي على أهمية دور بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج كمحرك ومفتاح رئيسي لجذب الاستثمار إلى قطاع البترول. ولفت وزير البترول إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير ودعم دور البوابة وتعزيز جدارتها وكفاءتها في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص وسرعة اتخاذ قرار الاستثمار في مصر وفق بيانات ومؤشرات واضحة ومدروسة. استعرض وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي مؤشرات الأداء الشهرية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة، وكذلك مستجدات تنفيذ خطط العمل وتطوير الأعمال في مختلف المشروعات، كما ناقش موقف استغلال الأصول والفرص المتاحة للاستثمار. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بالرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للقابضة الكيميائية بمقر الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية سيجوارد في أعقاب جولته الميدانية بالمصانع ووحدات الإنتاج. أكد وزير المالية أحمد كوجك أن تجمع البريكس يمكن أن يلعب دورا مؤثرا في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح البلدان الناشئة والنامية. وفي أولى مشاركاته على المستوى الوزاري باجتماعات بريكس بموسكو، أعرب كوجك عن تطلعه لإصلاح النظام النقدي الدولي وخلق إطار اقتصادي أكثر توازنا وشمولا وإنصافا للأسواق الناشئة. وأضاف وزير المالية أن مصر تتطلع أن تكون مركزا إقليميا للاستثمار والتصدير وإنتاج مصادر الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر. في إطار جهود الدولة لدعم المستثمرين وجذب الاستثمارات، أعلنت الحكومة الحزمة الأولى من الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وبناء علاقة أكثر عدالة وشفافية مع المجتمع الضريبي. تابع وزير الإسكان شريف الشربيني الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية والترفيهية بمدينة العالمين الجديدة، وأوضح الشربيني أنه تم وجاري تسليم الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدينة للحاجزين. وشدد وزير الإسكان على ضرورة الضغط وتكثيف معدلات العمل لسرعة التسليم، ولفت الشربيني إلى مشروع المدينة الطرفية الواقع على مساحة 260 فدانا ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها نحو 70 منشأة. يواصل مزارعو محافظة دمياط حصاد الأرز في الحقول المنتشرة في قرى ومراكز المحافظة، والتي جاءت مبشرة بزيادة إنتاجية الفدان مقارنة بالعام الماضي، وتم زراعة 46,265 فدانا من الأرز، حيث شكلت الأصناف الحديثة الدور الأبرز في تطوير إنتاجية الفدان داخل دمياط بنسبة 30% عن العام الماضي. هذا وتحتاج الأصناف الحديثة من الأرز إلى 110 أيام فقط للزراعة، ومن ثم يبدأ الحصاد. معنا النهاردة حصاد، معنا حصاد محصول الأرز اللي مساحة 5 فدادين للحقل الإرشادي للوحدة الزراعية بفرسكور، الصنف المنزرع 108، والصنف ده من مميزاته انه مقاوم لللفحة ومقاوم للرقاد لان الساق بتاعته قصيرة، ومنزرع بطريقة المشاتل علشان
ترشيد استهلاك المياه. احنا معانا برضو صنف رز 108 من اعلى الاصناف اللي بتجيب انتاج عالي الحمد لله، وانا ماسك اخصائي ترشيد مياه. سوينا في مركز فرسكور 210 فدان من اجمالي التسويه المجانيه في محافظه دمياط. الحمد لله بنحصد والانتاجيه عاليه والمشروع جايب نتيجه عاليه والحمد لله. الرز طبعا السنه دي ما شاء الله المحصول وفير، يعني بانتاج حلو وجيب انتاج عالي. الرز الصبر عامل انتاج وفير السنه دي، والرز اللي هو 108. طبعا في موسم حصاد الارز معروف ان الارز ده محصول استراتيجي، والارز السنه دي يعني الانتاجيه مقبوله، ويعني في وفره وفي مزارعين كتير زارعين، وكل السنه دي يعني مرتاح، ومن من الربح اللي خارج من هذا المحصول. الرز دوت رز ما شاء الله حلو، وبنزرعه بقالنا سنتين وما شاء الله حلو، يعني ما هوش وحش. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية، وسط تقييم المتعاملين لتأثير الأضرار التي خلفها الإعصار مالتون على الطلب الأمريكي مقابل أي اضطراب واسع النطاق للإمدادات إذا هاجمت إسرائيل مواقع نفط إيرانية. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 71% بالمئة لتصل إلى $78.88 للبرميل. كما تراجع العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 71% بالمئة لتصل إلى $75.31. وهبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 16% بالمئة لتصل إلى $2.35 للتر. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 52% بالمئة لتصل إلى $2.68 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد صندوق النقد الدولي أن فريقا من الخبراء توصل مع السلطات الأردنية إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج إصلاح اقتصادي، ومن المتوقع أن يتيح إتمام المراجعة $131 مليون للأردن. وأضاف الصندوق أن الاتفاق يخضع لموافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي، مشيرا إلى أنه سيتيح إتمام هذه المراجعة جزءا من حجم البرنامج المتفق عليه سابقا والبالغ نحو $1.2 مليار. نهاية أخبار الاقتصاد، عودة للزملاء ريهام وفاطمة. شكرا محمد عبد الله على هذه الوقفة الاقتصادية.